بزيها المدرسي لم تتأخر زينب في مساعدة أبيها في فرن الخبز هذا وسط النجف، تقف بوجه النار حاملة عزمها مستجمعة قواها بعد انقضاء دوامها المدرسي يومياً مع أختيها التوأم فاطمة ورقية، لتلقى صداً واسعاً ترحيباً وإشادة بهمتها وعطفها الذي لا يقل حرارة عن هذا التنور الساخن. أنا بصف السادس، صف السادس أنا مرات أجي ساعة بالوحدة إلا ربع إلا ثلث، يعني هيك مرات أجي، وهذا ما يأثر على لا دراستي لا شغلي لا تعب أصلاً، بس أمان من أشوف أبوي يجي تعبان فأنا يومي أجي أساعده. أنا وأختي توم هنا نشتغل بالمخبز ويا أبويا ويا أختي زينب الكبيرة، قاعد نشتغل ثلاث من القسم على شغلة واحدة، أنا أشيل الشلق فاطمة توزع الخبز وزينب تشلع الخبز، والقراية قاعد تسلمي عنها كل ما نسأل لا نقرأ ساعة بالخمسة لو بالستة، والكتاب نكتبهن بالتسعة. لم تثني صعوبة مهنة الخباز وخطورتها من إصرار زينب على المواظبة يومياً في تقديم يدها عوناً لأبيها الذي يروي للتغيير تفاصيل وأسباب عمل بناته معه، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغياب الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة المدرة للداخل. سهواً لأن العمال ما جاي يشتغلون هم وياي، فهم شافونا تعبان يجون يمي يتباوع اللي قام يجون يتباوع عن هاي تتباوع هاي تسوي شلون تسوي هذا شلون تسوي، تعلمت تتمنى من الدولة، يعني هسه أنا شاب يعني عندي طموح عندي عمل يعني فرصة عمل أقدر أستجيب بيه، يعني يعطوني فد قرض من المبلغ يعني أقدر أشتغل بيه وأمشي مشروعي، خاطر حتى أنا أقدر أشغل أيد عامل. ترسم هذه الابتسامة على الأخوات الثلاثة بعد انتهاء يوم شاق ابتدأنهن على مقاعد الدراسة واختتمنهن بصراع النار والطحين في محل أبيهن، فلعل لتلك الابتسامة العريضة أن تجلي التعب وتفتح باب الأمل لغد أكثر إشراقاً. من النجف محمد رزاق، التغيير.